بينما تقنية المجموعة الاسمية كثيرة الاستعمال وليس لكل الحالات، هي خصوصا ليست مقصود للمهام التي تتطلب الطلب أو الحكم يساوي عدة بدائل. في هذه الظروف هذه التقنية قد تنتج أحكام أدنى من حكم عضو المجموعة الأكثر معرفة، لكن إلى حد بعيد أكثر المشكلة الخطيرة بالعملية ذلك المشاركين يبدون صعاب حول القيود في تفاعلتهم بأن المجموعة تجتمع، قد يحسوا بأن العملية لا تقودهم إلى استنتاجات التي وصلوا إليها، لذا هم لا يتعهدون باجتماع المجموعة. البيانات تظهر بأن عملية المجموعة الإسمية للعملية الخاطئة عندما يقبلوا استنتاجات المجموعة بدلا من المهام الأصلية. القبول حاسم بالنسبة إلى نتاج اجتماع وتضع للاستعمال. في هذه الحالات أقل عملية منظمة تنتج قرارات المجموعة المقبولة أكثر من تقنية المجموعة الإسمية. إن تقنية دلفي إجراء وجه لوجه لجمع آراء أعضاء المجموعة، يجب أعضاء المجموعة 3 استفتاءات مرتبطة تخلص الردود وتعود على طاولة الاجتماع للتعليق الآخر. في المسح الأول أعضاء مجموعة يطلبون إدراج الخيارات ويعطون السبب لتفضيلاتهم. في المسح الثاني هم يطلبون مراجعة الأسباب والتي أدرجت من قبل أعضاء المجموعة الآخرين، يضيفون تعليقاتهم الخاصة ويصوتوا على الذي أفضل خيار. في المسح الثالث والأخير أعضاء المجموعة يطلبون مراجعة التصويت المتوسط يعلق على الأسباب وراء تفضيلهم وأصواتهم مرة أخرى. هل يعمل؟ أو لماذا يكون ناجحا؟ في بعض التطبيقات على سبيل المثال في تنبؤ التغيرات التقنية مستندة على بصائر مجموعة كبيرة من الخبراء، طريقة دلفي أثبتت أنها مفيدة. أيضا في الحالات حيث اختلاف الحالات أو النزاع بين أعضاء المجموعة أقوياء جدا بالنسبة إلى تكون عطل أو تأخير، الميزة الأكثر ذات البصرية لعملية دلفي بأن اجتماع العقول يمكن أن يحدث بدون اجتماع فعلي. إن الفائدة الواضحة بأنها يمكن أن تتضمن مئات الناس وتجب وتحب اسمين يفضل الناس من أفكارهم. تظهر الدراسات بأن التفاعلات وجه لوجه أرفع من اجتماع رأي دلفي البعيد والخاص. دلفي كان أيضا أقل دقيقة من تقنية المجموعة الإسمية. في دراسة واحدة على سبيل المثال تعليقات دلفي البعيدة كانت ضارة ومقللة في دقة قرارات أعضاء المجموعة. إن المشكلة الرئيسية بالعملية ذلك الناس يحبون الكلام ورميه حتى لو كان خاطئا، سيكون عندهم التفاعل الذي يجيء بالاجتماعات الغير منظمة. خلاصة الدروس، هناك الكثير من العمليات. المراجعة لبعض من هذه العمليات تخلق طرق العمل الجماعي في هذا القسم. أرجع دروس دائمة رئيسية التي تظهر الأدوات الفعالة لإدارة المجموعة، 3 عقود من البحث على نقطة العمل الاجتماعي الفعال. تأجيل التقييم وهو أفضل طريقة لفصل الفكرة الأساسية من تقييم الأفكار الجديدة، وهذه الطريقة تعطي مجال أكبر بإيجاد أفكار أكثر فعالية. إعادة الكرة يعطي إعادة التفكير كذلك، وفي التكرار كذلك يكسب الناس في المجموعة الثقة وكذلك يبدأ التقليل من مخاطر المشروع. اجتماع قبل اجتماع وهو مفيد للحصول على المساهمة من أعضاء المجموعة بشكل منفرد. التعليمات للمجموعة يعتبر من أفضل الطرق لأمر أعضاء المجموعة بالمتابعة في المشروع وتقبلهم للنزاعات كمنتج. نقترح لك بعض الوصايا التي تبني عليها العمل لتبقى العديد من الميزات المرغوبة لحد من المحادثة المفتوحة بين أعضاء الفرق. أولا جدولة أعمال وأداء ضبط الوقت، تستعير من أمر المجموعة المعياري وتستعمل هذه الأوامر اللي جعلها منتج الفريق. في تنظيم الفريق نقترح باختيار الأفضل حتى إذا اختلفوا أو حتى إذا هناك اختلافات في حالات كبيرة، في النهاية نسيطر عليهم لاختلافات حالات النزاع خلال عملية المجموعة، وكذلك لا نقلل ونمضي في جمع أفضل الأفكار ووضعها سويا. كدلفي نقترح بأنك تجتمع قبل الاجتماع، هذه الخطوة مهمة جدا وبإمكانك عملها بسهولة. نحن نطلب منك اتصال أو إرسال بالبريد الإلكتروني لكل عضو في الفريق يقدم جدول الأعمال ويسأل عن مساهمتهم. لا تتوقف فقط في تقدم جدول الأعمال، لكن يسأل عن ردود أفعالهم على كل موضوع في جدول الأعمال. في بداية الاجتماع نحن نبدأ بالأفكار التي جمعناها بدون تطرق لما قيل،
والسؤال كيفية تطبيق هذه الأفكار؟ هذه الخطوة لها تأثير كبير على تنظيم وقت الفريق، لأن جمعنا الأفكار نحن نبدأ حيث أن الفرق تنتهي. نحن نبدأ بالأفكار في المتناول في وقت الاجتماع، مثل تقنية المجموعة الإسلامية. نحن نطلب من أعضاء فريق التصويت على العليا 3 إلى 5 أفكار قبل أي مناقشة، ثم نحن نطلب منهم الكلام خلال الاختلافات الكبيرة وأيهما الاختلافات الصغيرة، مثل اسمي وديلفي. نحن نطلب من الفريق عمله ثانية في بداية الاجتماع، نبدأ بجمع أكبر الأفكار، فهناك الكثير من الوقت المناقشة ومراجعة هذه الأفكار مرة أخرى. أحصل على درس التقييم المتأخر. ما هي الأشياء التي تضايقك والتي تحتاجها؟ هل تريد متبرع للعمل معك؟